أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت وإذ جعلنا البيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة للناس مثابة للناس وأمنا وأمنا واتخذوا واتخذوا من مقام من مقام إبراهيم إبراهيم مصلى مصلى وعهدنا وعهدنا إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والعاكفين
والركع السجود والركع السجود وإذ قال وإذ قال إبراهيم إبراهيم رب اجعل رب اجعل هذا هذا بلدا بلدا آمنا وارزق آمنا وارزق أهله أهله من الثمرات من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله منهم بالله واليوم الآخر واليوم الآخر قال قال ومن كفر ومن كفر فأمتعه 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 قليلا ثم
قليلا ثم أضطره أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير